تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الاردن الامير الحسين بن عبد الله الثاني في وفاه المغفور له خالد بن مساعد بن سيف والد الاميره رجوى الحسين زوجه ولي العهد الاردني واعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعزيه ومواساته للعائله وشعب الاردن الشقيق داعيا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان